اما هلا نرمين ننتقل لعالم الجمال وموضوع بهم كل الصبايا والسيدات، وبتلاقينا نحن فعليا بنحاول نتابع اخر صيحات الميك اب اليوم. صحيح، ودائما بصيحات الميك اب في شيء نحن بنقسمه، شيء مكياج صباحي، شيء للسهره، شيء مكياج للعروس. رح نحكي اكثر ونفوت ضمن هذا المجال، وبيسعدنا اكيد نرحب باخصائيه التجميل والعنايه بالبشره منال عمران. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. يمكن كل صبية أو كل فتاة بتحب دائما تحصل على أطلالة جميلة، تحط ميك اب بسيط نوعا ما لتضيف جمالية على أطلالتها اليومية. خلينا بالبداية بنحكي قديش المكياج بيلعب دور اليوم لنعكس شخصية الصبية وليزيد أطلالتها جمال. تماما، مو بس بيعكس شخصية الصبية، بجمال. صحيح، وفينا نحن بالميك اب نغطي دفويات الوش كمان. احيانا نتعرض لانه يكون عندنا مثلا جفن فيه انتفاخات كذا، الميك اب هو اللي بيعالج هالامور هي وبيعطينا طله حلوه، وخاصه للناس اللي بتعاني من صغر العيون دائما هن الميك اب رفيقهم لحتى يبرزوا عيونهم. تمام. كونه عم تحكي عن ابراز العيون، بنحكي عن الايلاينر فورا، وعم نشوف بالفتره الاخيره كثير في صيحات جديده عم تكون دبل ايلاينر او حتى الايلاينر الملون. خلينا نحكي اكثر عن هي الصيحات، ويا ترى بتوائم كل السيدات؟ اكيد لا، نحن بالنسبه للايلاينر دائما لازم نراعي الجفن، وخصوصي الجفن المبطن. لما بيكون عندي انا جفن مبطن بحاول اني ابدا ما ارتفع عن كسره العين لحتى ما اظهر دفويات العين. اما لما بيكون عندي جفن طبيعي قد ما بدي فيني اخذ الايلاينر اما مرتفع. طبعا في طرق سهله كثير للايلاينر للي بيخافوا منها، مجرد ما حددت ثلاث نقاط بالعين من نص الجفن لاخر لزاويه العين الخارجيه نقطه كمان بتوازي حاجب، يعني نهايه الحاجب، وبتعملي سله وصل بيناتهم وبتكوني قريبه على منبت الرموش لحتى ما يصير اخطاء، وبحال صار اخطاء سهل كثير لما بيكون عندي الخط رفيع انه يتصحى. وطبعا الايلاينر انواع، كل ما كان القلم او برش فرشايه سهله علينا افضل ما يكون جيل لاينر، لانه جيل لاينر بده بروفيشنالنا. منال، معك اليوم صبيه جميله، رح نبلش مع بعض الخطوات للميك اب. بدك تعملي لها ميك اب خفيف ولا قوي ولا ميك اب عروس؟ اليوم الميك اب نحن انا اعتمدت على الميك اب اللي بدي اظهره اليوم، ميك اب سمبل سهل ما يكون اوفر للناس اللي ما بيحبوا يغيروا من معالم وجههم. رح نعتمد على الاي شادو اللي بيعمل كونتور لحواف العين، واللون الشمري اللي بيعطيني سهره، وطبعا مع زرعه رموش حلوه، واذا بنحب نضيف الايلاينر او ندمج الزاويه. طيب خلينا ننتقل لعند منال، معناتها رح نطبق شيء مكياج له علاقه بالسهره وممكن يصلح للزفاف اذا بدنا نقول. تماما. هلا بالاساس حاطه مبدئيا الاساسيات، يعني هلا مجرد حاطين فونديشن باودر. انا مجرد ما قلت انه بدي ميك اب يكون سمبل بلتفت فورا على زرع الرموش، يعني ما بخلي الرمش كامل احطه اخر شيء، لا بزرعه زرع لحتى اكون عم بتصرف مع الرموش كانه رموشها الطبيعيه. طبيعي. فينا نحكي على الخطوات والالوان، يعني شو عم تحطي هلا، شو الالوان اللي عم تحطيها؟ هلا انا راح اشتغل بالبراون والبرونزيات كونتور لحواف العين لحتى افوت باللون الشمري بطريقه يطلع الميك اب كثير سمبل وكمان يناسبني للسهره. نور، ما عاد درج انه نحن من قبل ما تطلع العروس، بتطلع عروس ثانيه من صالون التجميل كانت من كثر ما بتغير بملامحها، هلا تغير الوضع، يعني ما عاد في. صحيح صارت حتى لو مكياج عروس بتلاقيه ناعم، يعني فينا نحصل على مكياج عروس ناعم، مو شرط الوحده بقى تغير كثير ملامحها وتبين مختلفه. أنا والله بشكل كلي انا مع الميك اب السمبل يلي ما فيه اوفرا، ومع التسريحه كمان السمبل، يعني الشغله مو بالكتر الاوفرا والالوان، وكل ما قل عندك اللون يعني كل ما كان هادي، وخاصه هلا الايلاينر يعني بس يكون اللون فيها غامق ما بتظهر جماليتها. هلا شو عم تحطي؟ هلا عم ضيف انا اللون الشمري للجفن المتحرك اللي هو الجليتر نحن كمان بنسميه. هلا هو اللون قصدنا باللون الشمري او الاي شادو الشمري هو بيكون طريقه اي شادو، يعني اذا بدي اشبه لك اياها بطريقه شيء يعني سهل او
زب مثل الزبدة بيعطيني امتداد على الجفن المتحرك بسهولة، وبيعطيني التشايني الخفيف مو الأوفر، وفي لمعة وبنفس الوقت ما بده دمج كتير مثل الألوان الأخرى. تماماً تماماً. وما بضطر لأني حط مثبتات حتى. لأنه لما بيكون عندي الآي شادو أوفر بضطر أني أنا حط مثبت كرمال أنه ما يد. هلأ فيني أنا حدد الآي لاينر. هلأ خلصنا الآي شادو؟ أنا عملته بطريقة نحن حكينا سريع وسمبل. أني أنا حددت الجفن اللي ما له متحرك، اللي فوق المتحرك هذا الثابت ما بنسميه، حددته بطريقة الكونتور ودخلت بس باللون الشمري. بالنسبة للآيلاينر أنا هلأ شرحت لكم، بأخذ طريقة من النص بمنتصف العين قريبة على منبت الرموش، وبأخذ نقطة كمان بتوصلني بزاوية أو بتكون متوازية مع زاوية الحاجة. هلأ أنا فيني أعمل نقطة بين هدول النقطتين لحتى أوصل بهالطريقة، وضل على منبت الرموش، وقد ما بدي بعرض تدريجيا لحتى ما يصير أغلاط، أو إذا بحال صار أغلاط أكيد التصحيح هو بيكون بطريقة سهلة. طبعا الأيلاينر أذواق، ممكن نعملها عريضة، ممكن نعملها مسحوبة، ممكن بأي طريقة. هلا أنا جربت لكم بالقلم السهل، وللي ما بيلاقوا صعوبة فيها ممكن أن استخدم الجيل لاينر يلي هو طبعا المحترفين كله بيستخدموه، وأنا بفضله أكثر. بيجي أغمق حتى. مو بس أغمق كشغل، هلا بنرجع نفس النقاط اللي حددناها. بس لما نحكي عن الشادو هون ما كثير في معك مدى بالعين، لهيك ما كثير بتحددي؟ يعني ما كثير في مساحة بين الجفن والعين؟ والحاجب؟ تماما، أنا بدي حافظ في على هي المساحة الموجودة، في مسافة أمان بين الحاجب والآي شادو اللي أنا بدي أحطه، دائما ما بتجاوزه وما بوصل فيها للحاجب، لأنه بيصير مظهر العين فيها غلط. صحيح. هو بالحالة العادية يمكن منال أكثر شيء بيوقعوا فيه الصبايا إنه لما يطبقوا الآيلاينر بتطلع عين غير عين، خصوصا بزاوية العين. تماما، لهيك أنا أعطيت طريقة للمبتدئات، إذا حددوا هالثلاث نقاط ومشوا عليها بيكون الموضوع سهل. ولما بصير ممارسة يعني على الوقت ما بقى تحتاج إنه تحدد شيء. عم تحددي العين الثانية باللاينر؟ طبعاً عم. هلأ مفروض أنا أي خطوة بشتغلها بعين عيد التطبيق على العين الثانية لحتى ما ضيع. هون بتفضلي نحط لون بالعين ولا لا مع الآي شادو هيدا؟ طبعا بفضل حط لون، وبحب كمان اضيف مع اللون اي شادو تحت العين. انا بس بدي انتبه شوي للوقت لنحاول هيك، حابين نشوف كيف بيطلع يعني المكياج بالطله الاخيره. هلا رح ادخل لون بقلب العين. عم تحطي لك كحله سوداء؟ قلم بقلب العين، وبرجع بالاي شادو بدمج تحت العين لحتى نضل بنظام الميك اب السمبل، انه ما في كثير. شو الالوان اللي عم تحطيها تحت العين؟ الالوان مقاربه للالوان اللي انا اشتغلتها فوق العين من تدرجاتها طبعا، بالإضافة أني بضيف الهايلايتر على زوايا العين لحتى تعطي إضاءة وكبر. لهيك نوع من الميك اب الحمراء بدها تكون نعتمدها، فينا نعتمدها غامقة ولا فاتحة؟ لا بفضل تكون فاتحة بدرجات البينك أو البيج روز. عم نشوف هاي الألوان اللي دارجة أكثر شيء، يعني احنا عم نحكي عن فينا نقول البني، البرونز، الفواتح، حتى بيج روزي، هي الالوان الاجمل والاروع، يعني عم تلبق فينا نقول لجميع البشرات ان كانت غامقه ولا فاتحه. طبعا مو بس لجميع البشرات، حتى لجميع اشكال الشفاه. دائما اللون الغامق بيفضح الشفاه، انه هي رفيعه بيفضح رفعه، واذا كانت الشفاه كثير ممتلئه كمان. فاللون الفاتح
بيعطي مظهر طبيعي للشفاه الممتلئه وللشفاه الرفيعه. هلا تمشيط الرموش اذا او وضع المسكره، فيك تعطينا هيك نصيحه اليوم للصبايا؟ طريقه وضع المسكره انا بفضل اذا الوحده عم تطبق المسكره على نفسها انها طلعي لفه، انها تغمض عيونها وتسحب باصبع ايدها، تسحب الرموش وتحاول انه تمسكرهم، هي لو كانت انه عيون يعني هي تفتح بايدها بعينها، لانه مجرد ما كانت مفتحه العينتين هي عم تطبق المسكره رح تصير رفرفه رح تصير مشاكل. اما هي تغمض عيونها وترفع رموش، تعمل اصبعها ركيزه للمسكره وتمسكر. هلا بالنسبه لنا نحن اذا عم نستخدم المسكره لغيرنا، انا بفضل الصبيه تطلعي لتحت، انه تطلع لتحت تكون نظرتها وانا اشتغل لحتى ما يصير اي رفرفه او اي توتر من يلي عم تحطي له المسكره. تمام. وشفنا يمكن الميك اب ما اخذ كثير وقت، يعني انا بالنسبه للميك اب دائما تحت الهواء بعمل تجهيزاتي، اني انا اعمل اساسات وموضوع اني انا بدي ازرع الرموش. هلا فيني انا ورجيكم طريقه الزرع لحتى يعطي الميك اب طريقه سمبل ما يعطيني اوفر. يعني انت عم تحكي عن زرع الرموش، نحن نقصد فيه وضع يعني تركيب الرمش شعره شعره هيك بالمصطلح العامي. تمام. مجرد ما قلت اني انا بدي فوت بالميك اب السمبل ما بدي اعمل اوفر، مفروض اني انا اخذ زرعه رموش بطريقه سمبل وما وزع كل العين. هون لما نحكي نقصد السمبل طبعا. هلا انا هيك بحطه في الصبيه اليوم تطبق تركيب الرموش شعره شعره ولا رح يكون صعب عليها؟ الصراحه صعب شوي، لانه هي بدها تعتمد بالنسبه لتطبيق الرموش الشعره شعره على المنبت. هو اسهل القطعه مجرد الصبيل. مجرد ما فرق عن المنبت صار المنظر مو حلو. بعد الرموش شو بيضل منال؟ هلا بدي قوي للبلاش لنحط برونزي ولا لو الاساسي برونزي، وممكن اعمل شويه بينك على طرف اللفه عليه على طرف لما بكون انا عندي وش الصبيه مثل هون، بحاول اني انا ما اظهر نحف وجهها، المفروض اني اظهر خدها. لا هيك بطلع بالشادو لفوق ما بنزل لتحت. لا مو طريق، مو بس اني اطلع او انزل، طريقه اخذ ال يعني حركة بس عالي حتى انت ببلشي عالي. تمام. يعني ما اخذته هلا، مجرد ما اخذته سحبه واحده انا كمان حددت الوش. يعني مثل كونتورينج الوش لما بعمله، بس لما باخذ بطريقه التقويس اني انا عم ابرز الخد راس الخد وبعمل له اضاءه بهالطريقه، الاضاءه صارت ضروريه على الخدود وعلى تماما على الانف. بس اعمل له اضاءه حكي، وبحاول اني مثلا مثل الصبيه تحكي ظهري خدك. هي الضحكه بالذات لما بتضحك الصبيه عطاني مساحه الخد اللي لازم انا ابرزه. حتى تطبيق الكونتورينج انا لما بشتغل بالخدود كمان بخلي انا دائما الصبايا بين ايدي بيضحكوا. بحاول اخليهم يبتسموا لحتى تظهر معالم الوجه وتظهر وين عندي الاماكن اللي ممكن تكون غايره وين الاماكن اللي ممكن تبرز زياده. فبنركز بالاضاءات على الاماكن اللي لازم نعمل لها ترتيباتها. بالنسبه للانف بتحدديه ممكن تحطي له شويه هلا انا صراحه ولا ما انا صراحه عامله كونتورينج للانف وراجعه حاطه اللوز باودر وحاطه اللمعات، بس فيني انا كمان ارجع طبعا بدي اغير فرشايتي اعطيكم فكره كيف اخذناه. هلا الصبيه ما عندها كثير دفويات، بس بعد عن الاماكن الرفيعه وبلش اخذ اللون الاغمق شوي. بس عملية نحت الأنف ضرورية هي بكل ميك اب، بس تختلف يمكن التقنية. تماما. هون حاولت تخففي العرض بال هلا أنا بما إني أنا عاملة الأساس تحت الهواء، نحن دائما بنحاول نكسب الوقت كالعادة، إنه ما إذا بدنا نعمل الميك اب كله على الهواء ما بنخلص. فأنا عاملة الكونتورينج كامل على فكرة للوجه، حتى هون عاملة بهي المنطقة نفخة لأنه هي عندها منطقة غايرة شوي بوجهها. هلا أنا حابة كمان
احكي عن موضوع الحواجب، ممكن اني انا استخدم بالحواجب هالطريقة هاي، هو عبارة عن كمان جيل ممكن نستخدمه بالمي، او في منه جيل ما بده مي بس تشطيب ولا وتشطيب بناخده. احلى شيء هلا عم يكون تشطيب تماما يعني. ممكن اني انا استخدم مسكرة تعطيني هلا، لما اني انا عاملته باللون ممكن انا استخدم مسكرة بالدرجة اللي انا حاببته، الشعر فاتح ممكن انا اعمل الشعر على رمادي شوي، ممكن اعكس بس شوي من الوانه تعطيني ثباتيه. ما عاد دارج ابدا قصه التاتو والتعليم بشكل كثير قاسي، يعني عم يكون بس تمشيط لفوق اغلب، يعني عم يطلع هيك او تشطيب شعر يعني اقرب للطبيعي يعني. صحيح نعم، حتى التعبايه ما كثير عم حس صايره هلا. شوف انت حكيتي رايي وهي حكيت رايي، انا بمجال مهنتي وخبرتي يعني لا بطريقه عبرت بطريقه بس اليوم الناس اذواق، اللي بحب التشطيب لفوق، ما في ناس لا بتقول لك بحبه متعبي كامل، في ناس تقول لك لا ترفعي، في ناس تقول لك لا بحب العريض. بعد ما في الناس اذواق ونحن بدنا نتماشى مع كل حدا بيحب، بس تطلع مثلا موضه بنحب نطبقها بنحب نعملها. بس كمان تنصحي الصبيه شو بيلبق لها، لانه مو شيء اي شيء بتحبه الصبيه ممكن يلبق لها وشها لتقطيع تماما، وبيفرق اذا هي بشرتها فاتحه بشرتها غامقه، هي حلتها على شقار او يعني كله هذا بيلعب دور. هلا انا اخر شيء بعد ما برجع بحدد الايلاينر، بعد ما حطيتي رموش رجعتي حددتي شوي تماما لحتى مكن اللي عندي زرعة الرموش، بحاول اني انا امشي عليها الايلاينر تبعي لحتى تطلع بطريقة طبيعية. ممكن نضل عنا الحمراء تحديد الشفايف، بقيان عندي الروج وانا حابة اعمل لها الروج بدرجات اللحميات او كمان فيني اعملها على شويه بينك يطلع حلو. بس بنبلش بالكونتور بعدين الدمج تماما. هلا بلشت قصه انه الكونتور ترجع وتظهر بدرجات بسيطه، يعني مو سابقا كانت لما كان دارج الكونتور كان كثير يكون اوفر او فرق لون بين الروج وبين هلا رجع الكونتور بس بطريقه سمبل هاديه، مو طريقه انه كثير ظاهر من تدرجات اللون، بس في تحديد للروج. وفي ناس ما تقيدت لساها بتحب اللون يعني انه يكون بدون كونتور. هنا نحن ضل معنا تقريبا دقيقه دقيقتين بالكثير، رح اطبق الروج. حددنا بالكونتور شيء بسيط فينا نقول لانه حددتها بطريقه بسيطه لانه بدي ارجع ادمجها. يعني هذا انا بعتبره بيز، سواء اللون اللي انا عم حطه اطبقه على الشفاه او الكونتور اللي طبقته تقريبا بيز للون اللي انا ممكن حطه. قد ما طلعت موضه ودرجات، ومثلا مره بفتره معينه كثير درج الروج الاحمر وصار موضه خصوصا بفصل الشتاء، بتلاقينا بعد فتره رجعنا خصوصا بالصيف بنرجع للمكياج الهادي والطبيعي اكثر. لا لانه في شيء بمجال التجميل شيء كلاسيك يعني ما بيبطل، منهم الالوان الشقره للشعر، منهم مثلا الدريس لللبس اللون الاسود، كمان الفواتح او البرونزيات هن الالوان اللي ما بتبطل ابدا مهما طلعت سرعه اللون، مثلا انه حبينا الاحمر حبينا الخمري حبينا، بيرجع اللون الاساسي اللي هو الهادي ميك اب سمبل يعني. هلا عم نحط اللمسات الاخيره للميك اب تحت كانك عم تحطي اي شادو على ال على لا التن. لا هي انواع انواع جلوس للشفايف بس ما للجلوس يعني مو هاي جلوس جلوس وسط بتعطيني، لانه كمان
قد ايه نحن اشتغلنا بالوان المت وقلنا انه الروج المت هو حلو، كمان هلا راجعه موضه صحيح الجلوس، بس بتبلش تدريجيا. صحيح بسيطه مش كثير بسيطه صحيح. مو كثير اوفر، فهذا جلوس بس ما له كثير اوفر. اكيد بدنا نتشكر صبيه كمان على وجودها معنا. تمام منال، هيك بنعتبر الميك اب صار خالص تماما، هو ميك اب سمبل. عم نشوفه على الشاشه، هيدا فينا نقول المكياج النهائي. خلص وقتنا معك اكيد، وحلو ورايق مثل ما قلتي وبسيط. اكيد نتشكرك ست منال العمران، وسهل للمناسبات، وسهل يعني خبيره التجميل ورايق يعني بيلبق كمان لكل الصبايا. تماما تماما هي الفكره. بدنا نشكرك كثير اليوم لوجودك معنا، واكيد بدنا نرجع نشكر الصبيه ولكل اللمسات الحلوه اللي قدمتي لنا اياها والنصائح. شرفنا حبيبتي، شكرا لكم.